أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعض الكنايات وهو كم يكون للاستفهام، فينصب ما بعده على التمييز نحو كم رجلا، وللخبرية بمعنى التكثير فيضاف إلى ما بعده نحو كم رجل. لا بحثي بلين مبنيات اينهر لم اكتب دا لا خزمت انا عرس كم حاتي نسل هندي لكنايات، شنك همو كناية بويدا لبعض الكنايات همو كناية وكدبينين مثلا مبنينية، مثلا بقول منكو كلمة فلان يا فلان اقل للغتي كجدا هاتوا توخو كناية لشخص يقبلان لعيني حالج دا مبنينية لواقع دا إيه. لو أنا چند أنا بحزكا بونمونا كم بحزكا على كم بو استفهام دبيت باشا كم بو استفهام ب برسيار العدد باشا فينسب ما بعده على التمييزي دوا خوي منصوب دبيت لسا التمييز وكو كم رجلا باشا إيه. لیره کنه ده مکربان با تمیزه که اینه مکربان با خودی کمکه لبم لم کمه ده پرسیار دکره بم کمه پرسیار دکره لعدد یک مچول باشا بوی دلان کنایا جا کنایا لعدد یک مچول هر دوچن هم کمکه که بوی استفهام به هم کمکه بو خبریت به بلان فرق یا نویا اوکو بحثیه که ای خبریش تی چی که جا اگه کمی استفهامی بلای نگل مبنیه دلیل مبنی بونکه ای دگره توسر اوه چون که لمعنی ام کمدا حرفی که استفهام هی کتیه که همزه پاشا نگر بو خبری کم من هی بو خبری دبید یعنی حالت انشای تدانیه باشا بو خبر کم مخالف انشای بمعنی تکثیر یعنی معنی زور جا اکثرا لمقام افتخار و آنه دا بکر دا جیره مثلا کابره دا چه مکتب دا چه مالکه کتیب خانه که گوره هی مثلا دلی چندم کتیب زوره ها چاولیتی باشا جاء أمين فيضاف إلى ما بعده أمين إذا فدك لابو ما بعدك يعني ما بعدك كتميزك يتي مجرورة بلان تميزك مستفهامي منصوبة ما بصي في أويا لذلك أنا داب بمكمي كبو خبرية كنا دا لعدد كعددك مجهولة بلايو إيه مجهولة طب يعني عددك بلان زورة باشان أقريش مبنية أقريش خبرية مبنية هوكاري مبني مونكي دا قرأت وصل أو كبلين لبا هوكاري ودا بيتا مبني که تماشا دکین لمعنی ام کمدا حرفکه چی ربه ربه بو تکسیر بزوری کمی بو تقلیل مثلا اه زود ساکه یا اواج نبی دلین شباتی وضعیه بحرفه شکلی ام کموکو حرف دست مثلا لبینی کم حرف منظوره که دو حرفین مثلا وکو او وکو بل وکو هل اه تاولی زود ساکه باشا وكذا للعدد وينصب ما بعده على التمييز باشا اما بلين بو استفهام دبيت وابو يعني تو بم كما يبرسيار دكي ولمقامي افتخار شاتو مثلا بلين دي يعني باشا ايه عفوا او تاوبو بسي كما كتاوبو وكذا للعدد او كم دودان ابو استفهاميه ابو خبريه ابو امزا وكذا للعدد نقوى كذا للعدد او نخوين غلطت به وكذا للعدد ايش تشكل وانك بركه لكنايه وخلاص الكلام ايش مبنيه لا مبنيه تاع قلال قتوى كذا لفظي كذا يعني لفظي كذا ايش بوتي بكال لجيري كنايه لعدد بزوري مثلا باشا ايه زوت ساكه بلا هنده زر بو غیر عددیش بکار ده جل بلا هم زوریه که بو عدده زیتر و یون سبو مواده عدد تمیزی دو خوی منصوب ده بیل سر تمیز وکو عندی کذا دیل همان مثلا کنایه لعدد نامعلوم باشا اول لای متکلمه که کوش داره متکلمه که بو خوی زانه بلا هم به نسبتی مخاطبه که و دیاله من اونده پولم للایه مثلا شتیگ الو شیوه اونده پولو علی لای منه مثلا ايه. وباشان وكيت وزيت للحديث كيت وزيتش كنايان لقصة باشا آه كنايان لقصة أما أنا لا أصل كبك هذا جيلين حتما تكرار دكرين هذا الجانب بواي عتث مثلا كيت
زيتا زيتا أما كناين لسي لقصة يعني مثلا توري قال زيد كيتا كيتا يا مثلا زيد زيد يا كان من الأمر زيتا زيتا وكيتا زيتا وزيتا كيتا وكيتا مثلا آوى ماشا قال زيد كيتا وكيتا زيتا وزيتا يعني كناية لقصيك يعني قصيك دار بران خلاصة قصيك يقول إيه أمانة وكدبيني برجل كنايب همشج مبني إيه باش أول كلمات المتضمنة بمعنى إن أو الاستفهام غير أي وأية كمال لو كلمانا كمعنى إني شتيان لخوقتوا وكو مثلا متى وحيثما يا معنى استفهامي لخوقتوا وكو مثلا منو ما وأوانا كل أمانة وكدبيني أمانة مبنين دليل مبني منكش عن زور صادة واضحة دقرت وسرة وكبلين شو كمعنى حرف عن لخو قلتوه إيه زور ساكا بلان تلا الشرطة تلا استفهام دا أيو أيتو أيتو أمانة مبني نابن هميشة تن هميشة معربا لتان تقنسي إيه ألوتا أيو لا استفهام دا بشرائط يكوا لما صلاتا كواسمان كرت والتي بكاني كشاشي كاري توا من بوكدوا مبني دا بدينا غيري ونا حلوات هنده لعلماء عرب هاد بقشتي أيو هاد بمعرب دانا بمبني دانان ين هميشة بمعرب يدخلين نوانية بلا قولي كي زائفة قولي سيبو هي دروسة كليك حالتا دا كلا مبني بلا حالتا كاني كلا معربة باشان وبعض الظروف هنده لزرفة كان أمانش مبنين بون منا مثلا وكو أمسي أمسي مثلا شكاتك مبنية لتان تقنية كبمعنى دويني بي أمرو دويني روجي بيش أمرو كدكات دويني إنا بمعنى روجي لروجي كاني غابر دوبي بمعنى يوم من الأيام آوى أوقت أن معربة وإشكالتان نبلاو دا بلان كأمسي مبنية دليلي مبني بونكشي برق دلن لبداو معناي خلاص الكلام حرف تعريفي لأخو قلت يعني بلين أصل كي وكواب الأمز بيد مثلا شتي كبو جوري إيه بارحال باشان لوانا قطو لغتي زور تدان ما شوريك أم قطو وكليلة دهروان نسويتي بفتح قافكو بضمي طاقة تاء مشددك وكلهم لغتكاني مشهور تدا أما بو مازيما في بكاد دجيلة مثلا تولي كابلة الألة زيد الديوة تجري ما رأيت وقت ولا يعني حتى قد قد يعني هرب أبديب أو كابلة من الديوة يعني بو مازية ومازية كجمن فيها وباشا إيه أمزا النقطة مقابلة أو عوضو يش كزرفة أم ينزل في مستقبلة مثلا تجري لا أضربه مثلا عوضو يعني حتى من لين أدب أم ينبو مستقبلك كمستقبلك جاء من في بلا عبيدة إيه زال سد اللي مبني بوني أمانة نقاش زور ناس ما أبابه چونك أم بابتانا كليرا دادا قترن هموم لمغني دا شرح كردون وكو بنمايك بچنو سر أويو لو دا أوي بيويز بي قترا وبيما بيش تكما مجينيشتوا پاشان وموز دا بي طبيعة دو جور بكاري دا جيرن كاري جوري كان بلين بحرف هجار بكار دا جيرن أو مشخصة كبمعنى مين ابتدائي دا بنوكاتا إيه وهميشش اوي كمجروري لكن ظرف دبه ايه باشان امي كلي ده ام بحثيه كحرف نيو ظرف امانه باشا ايه زرتك بمعنى اولي ماويك معين مثلا تولي ما رأيته مثلا مز يومنا يا مز يوم الجمعة يا منذ مثلا يوم السبت مثلا اشتيك ابو جوري مثلا بو نمونة ايه باشان وإذا وإيس والله جانا الظنم بخوا أما ناقص على سلا يعني بارك الله مغنيش دا بخوا من دوبهم يعني من لش زور بكامي من دوبهم بلان باورتان بلا إيزو لإذا من دوبهم يعني أو عندك قصيدة سلا أو إيزو إيزايا إذا دودان إذا من هي كان حرف إيزاي فجاء أو كبا قولي صحيح حرفة بلان أم إيزاي كي إيزاي ظرفة أو ناوة اسمه بحثي شي لسر او كمبنية ازمان هي دوباره وكا ظرف بزماني ماضي او اساسا ايش هاد مبنية ظرفيشا ولما تندانا معن هي كدوان حرف نيشان اسم اما لما يحيني بيضلن يا لما يوقتي بيضلن ابن ماري ضل بمعنى اذا ابن هشام ضل زوق سي جوان وركو بيكو بجي اوصا بلان بمعنى حين وقت امزال لسر وكا اضافه دكري بودوا خويا اضافه ناكري
ئەوەش نقاشێک و خلاصی کەلام کێشەیەکی زۆر گەوری لە بینی عولەمادا دروست کردووە. مەتاو ئەنناو ئەیانە و کەیفە و حەیس و لەدا لە دون و لەد کولی ئەمانە هەموویان زەرفن، هەر هەمووشیان چن مەبنین و باوەڕکە هەر دانی کشیان بین قسەی لە سەرکردنی کێک دەرسی دەوێت. جا بۆیە من هەر کارم ئەوەیە کە لە مەلە سامانە نەدوێن بەڕاستی، چونکە ئەنی وەخت دەبا ئەم ئەخیری کتێبەیە کە زۆر کەس پیان خۆشە زووتاو بێ وەکو وڵ کتێبەکەی لێ دێتەوە. ینی باسییان زۆرە لە واقعدا بۆ هەر دانەیەک لەمانە لە دەرسەکانی مغنیدا ئەتوانن گوێبیستی ببن و لەوێدا بە تێرە تەسەلی باسمان نەکردو. پاشان والكاف وعلى وعن الاسميتي كاف على عن أمانة أمانة لأصل إخوان دا أمانة اسم هنوكو اسم باشا إيه والله حرف جر أمانة لأصل الله درسم هي درس زاركا كيف يشاء درسم هي درسم هي درس بلى صلاح إخوان لبي خريكي تمار کردنی دنگ درس یکم دوای تلفونت بو کما بموره بره لیبه کافو علاو عن اوانا لأصلا حرف جر بلان دبینی بمعنى اسم جدن باشا ايه مثلا کاف بمعنى مثل علا بمعنى فوق دبی و کاتا عن بمعنى جانب دبی مثلا انت دو وقت اوابون او مبنی دبن ايه باشان وغير اللازمي أو تائلة توابو إيه باشا أو تائلة باسمان كد مبني العارض بو كلازم بو يعني بنا كان أمانة همو عارضية اللي روشتيك ودبن بمبني باشان كدبن بمبني مبني بونا كان لواقع دا ضروري يعني چون لازم يعني چي يعني لكلمة كان نابتوا يعني شيوازي كمبني بوني أمانة غیری ئەم مبنی بوونا ڕێگە چارەی کە نییە، یعنی ئەوەی کە بەکارجیراون ئەمانە فقط بە مبنی بەکارجیراون. مەزەڵەن بۆ نمونە کەمی ئیستیفهامیان خەبەریە لە سوورەتێکا بەکار نەگیراوە کە موعرەب بێ، هەر مبنیە. مەسەلەن قەت و عەوض و ئەمسی بەمەعنا دوێنێ قەت بە مبنی بە موعرەب بەکار نەگیراوە، قەت و عەوض و خلاصە هەمووی ئەمانە ئێ ئەوە ئەوە ئەو پاشان وەغەر و لازمی هەمانە غێرە لازم دەبێ مبنی بوونەکەی. ما قطع عن الإضافة منوي فيه المضاف إليه نحو قبل وبعد وتحد وفوق وقدام وأمام وخلف وراء ولا غير وليس غير وحسب الآن إيه. أما مبني العارض الأمانة يعني مبني بنا كان الصليني لأساسا لرشتك وبنا مبني باشان كبنا مبني إتر خلاصة كلام مبني كان غير لازم بو چونك الصورة غير مبني شان هي بصورة معربج أمانة بكاد جيلا وەکو دەبینی ئەوەیە کە دەڵێ قەتع کرابن لە ئیزافە کە حاڵیان وابێ لە نیە تابێ باشە لەو غێرە لازمەدا چی مزافوی لە یەک یعنی ئێمە بەباری لە فزوو تەقدیردا ئێمە دێنین چی لە دەکەین لە ئیزافە قەت یەکەین باشە لە ئیزافە قەت یەکەین کە قەت ئەمان کرد لە خزمەتانە عارزکەم لن يتا مضاف إليك وقت دين سلمانا مضاف إليك لن يتا هر دبه لواقع دا باشا إما كقد يكين لمضاف إليه بلام نالن أو مضاف إليه يكين لتقدير دا أويا أصلا تقدير مضاف إليه بوناكين بلام وقت دين سلمانا كالجملة كيا دبينين لنا جملة كدا معنى مضاف إليك هر برچاو هر ديارا جا أمانا كبيان دلن ظروفي غايات وكو بيشترج باسمان كر كل أمانة مبنين لاشو بيبا بوداي بيبا بوداي بيبا بوداي ترسم هي بيبا بوداي إيه. أو جا أمزة باشان أوانا مصافي لي كان لنيتا هردمين يعني وقت دينا سر معنا جا لم صورتان دا وكو تو دبيني أصلي بحثك أو دبيت ألم صورتان دا أمانا مبني دبن مبني بونك شان هو كاري دسيت وصر شي دسيت وصر و أمانا لسر حتى الدليل مبني بونكي كشيكي زور زور هيا
برك بيان ويا شباتي افتقاريا هي بحرفها شونك أمان مرتب نيازي نيازيا يعني بو مضاف له محذوف هل هي أو شبات افتقارك لحرف ده هي أو حالت افتقار لما نجده هي وأم جا أمانة مبني ده بن لسر سكون نابي ولسر حركة ده بي لبر أو بوي فرق بي لبيني أو داكا جاوازيك بي لبيني مبني الأصل مبني العارض ده و باشان اوي كدمينه توا بوجه من دبن لفظم برك دلن لبر اوي بوي جبراني او او بكاته بويان ك او مضاف اليه يعني لدزاوا جبراني او ما فاتان بو كريتاني برك دلن لبر او امانه چون كريشان هلي عرب ده قوي ترين حركان بيدريك تشك مثلا كزمه ده كل امانه فقلم حالته دا كأوابو مبني إنا لغير أو دا دبنو بمعرب يعني وقت اللي إذا فقط أكلان بباري لفظة باشا مضاف إليه كل لفظ تقدير دا نما باشا فقل نيته لمعنى دا بو باشا إيه زوجة كا أو كاتيا تلبيت أو كاتيا أمانة مبني دبن بلان لغير أو دا أجا مضاف إليه كل لفظة بيت يا لتقدير دا بيت يا اصلا الاضافه قطع كلين اضافه نكلين والله يتلو معربن مبنين كذبت قبلهم قوم نوح قبلهم قبل ظرفه منصوب وكنت قبلا قبل نول يدا تبيني او مبتني شي قلت اصلا مبني شفتي شي نول زرت ساك جاء وقتها أكثر لنا وقتها ميني حرف درجة فقط لسلسة مثلا من بعده باشا تعالوا ليتي زور تشاك أما بلا نسا الآنش أو أن دبلم ليرا كندا بو الآنش أوي كبيويز بيبو قتلي أويا على الظاهر الآن قوليكي قوي هي كواقعا الآن معرب به مبني نبات بلا هرچن دي برشي زور لعلماء دينن ديكن بشي بمبني جنابي سيوتي رأيك نقل لك رأيك دروستا أو كنقل لك دلي علماء فرمي أنا دليلك خوي لسر مبني بونا كيني چونك أمانا وقت دلي مبني دبي بلغيك لسر مبني بونا ببي دلي أو بلغاني كوا بو مبني بونا أمانا بيان كلاون هيتش يان بلغنين دروزنين شتيش قوينين جابينان على هذا أو دلي نخي لواقع دا دبيت معرب أو ترجيح معرب نكيدا كأهل وكل درس كان يسيوتي دا إشارة من دعوتي أبو بابتي إيش لو أنا كمبني بونكي غير لازم خد دي منادا منادا همو بشكاني مبنينين بوي دلي غير لازم لصورتك دا مفرد بي ومعرفة بي مبنية باشا يا منادا مستغاز بي بألف مثلا بونمونا يا منادى مندوب أمانا لو حالتا دا دبيني مبنين بلان لو حالتا كتشونا دلوان منادى معرب مبنينية آوة باشا والمنادى المفرد المعرفة فإنه مبني على ما يرفع به إن لم يلحق بآخره ألف الاستغاثة أو الندبة ولا بأوله لام باشا نحو يا زيد ويا مسلمان ويا مسلمون منادى مفرد معرفة مبني دبيت كذا لين منادى مفرد لباب منادى دا كلمة مفرد يعني مضاف نبيت شبه مضافش نبيت معرفة يعني نكيرة نبيت باشا منادى بمصفى نمفرد نمضاف بنشبه مضاف وباشا معرفة به نوع منادى لو شيوية مبني دبن مبني دبيت لسرتي لسرتي كقرار بي مرفوع يعني اجر دلين منادى كمعرب وعي ومبني نبوايا رفع اي بتشي دبو بيجمعن ريكو بيج استيج مبني بونا كي بودا بي مثلا اجا مفرد وياو بلين مرفوع بيعرف اي بزم دبو اجا تسنيه بوايا معرب بيعرف اي بس دبو مثلا بالف دبو اجا جمع مذكر سالم بوياو معرب بوايا ومبني نبو يعرف اي بس دبو باو دبو استيج ريكو بيج مبني دكين لسر او حالته يعني دينين ديرا كان دابا كرتي وبو كرتي حالتي معرب بونا كي بودا كينا مبنايك بودا كينا اساسك لسر أساسي معربون كي والدين مبني بوني أمش دادا مزرنين علين أجا أم منادايا فرس كين معرب بي إعرابي بتشي لبي الرجل حالتي مبني بونا كشي لحد مبني لبي لسر أوا وبو كل مثال كشي لبي بلا مرجي هي بمرجك ملحق نبي بآخر منادا ألف استغاثة إيه لمنادي مستغاث دا إما تنشتمان بيوستا باشا
منادا يتشان مستغيث أو كسيك بناك دبات دو مستغاث له أو كسيك بناك دبرتريت سي بلي مستغاث من أجله أو كلبر أي بناد بيت باشا إيه نا مستغيث أو كسبك بناد بعفو مستغاث به عفو مستغاث به او كسي كبناي بيد بي او دو مستغاث له يا مستغاث من اجلي هر كام كامل درسته او كسي كلبر اي بنادبي بي امن تشاوم ليا ك عمل خريك له بين دتت باشا اغاشم ليا زيد له وين زي كمان فريانا كم كاري جيبكم هاوار دكم لزيدي كفريا عمري بكوا أول العربي دا لكولي لا درين هو كاكي زي الكرة في أمريكا وخريكة لبين دسة خريكة أو ديبا خريكة دسوتي مثلا بو نمونا بلا لا عربي دا أونا على دلي يا لزيدين لعمرين يا لزيدين لعمرين أوا أوي أوليا لامك هدشان لامك عن لامي حرف جر بلا لوي أوليا دا أتو دينيسي لدكي مفتوح لدكي ليدو ممدا مكسورية كي لامك علي يا لزيد دي عمرين هو زيد فريا عمري بكويني أبو جوريا اللي را كان دا من مستغيثم أو كمتكلمة كم الزيد مستغاص به چون كم بنا بوي دا بمدرم هاور لوا كم أو باشان عمريش أو مستغاص له هو كيا مستغاص من جديا لبر أي من بنا بزيدي دا بمدرم كاكا فريا عمري بكوا جاء وأجر آوى بمعربة أجر بلام بيت منادى مستغاث أو معربة مبنية بلا ريدا كبي عرزي برادري خوم كم أصلا بألف دبي أخركي ألف استغاثة يا زيدا آوى يا زيدا آوى بألف دبي أو كبا ألف بو مبني دبيت أو جادلا بشرتك أخركي ألف نبيت ألف استغاثة ويك وباشان منادى مندوب نبي منادى مندوبش مناداك ك متفجو عليه بقول يعني بطاقتي ونارحتيك لسال او كسيا منادى مندوب مناداك مخصوصة بو ايش وزام ومصيبته وقرفتاري بكاد لجيلي ونوع منادايا بحرفك مخصوص كوايا بكاد لجيلي باشان اياش بكاد لجيلي مثلا تودا بيني دلي بفرض مثال مثلا لي ومحمدا سولتي يا مثلا دلي وزيدو مثلا او منادي مندوبة دوائي لأخي دا قد لباس حرف دا شتي في لدلين لواقع دا كبقينا ابي ولا بأوله لام ولا أول كشي ولا من نبيت باشا وكا منادي مستغاث بك باس ما كده وكو يا زيدو ويا مسلماني ويا مسلماني زيدو مبني لصفا باشا مسلماني مبني على سألف مسلمون مبني على سلوى جوك أمان أجا معربون أولا رفعي بزما دبيت دوامين رفعي بألف دبيت سيوما رفعي بواو دبيت بلا وإن كان مضافا أو مشابها به أو نكرة ينصب فعل مقدر أجر مضاف بمناداك يا شبيه بمضاف يا نكرة بو يتلو معرب دبي ومنصوب دبي بفعل مقدرك يا عبد الله يا خير مزني يا رجلا أساس أوي كعبد الله خيرا رجلا أمانة كمنادان منادان مبنينين ومعربن كمعرب مفعول بهم بوفيلك محذوف كليرة دا ياك كحرف ندايا جي أو فعل محذوف ايتيا قلتو يتولى قيدا وإن لحق بآخر ألف بني على الفاتي أمزا أقل آخر مناداك ألف بيوبو من إلبي لسفتك يا زيدا أما منادا مستغاثة إيش باشا وإن اتصل بأوله لام يا أقا أولكي لامي بيوبو وكو مثلا بفرنسا يا لزيدين وكبر يجب جره واجبة بيت مجرور بيت باشا إيه بحر حال توزع إشم هي بالي دا تاوبي وإن شاء الله أوكي كا بدرسك تاوب دكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.